السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نستكمل مسيرتنا في كورس الـ A بلس وناخد الدرس الخامس. الدرس الخامس تقيل شوية، بقى تقيل قوي. تمام، هاتوا بقى كوباية الشاي كده معاكم وجهزوا، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البروسيسور. عايزين هنتكلم عن البروسيسور، هنتكلم في حاجات كتيرة جدا موجودة فيه، وإن شاء الله إن هي تكون سهلة وتكون لذيذة، وهنفهم بقى حاجات كتيرة موجودة في البروسيسور ممكن يعني ما كناش بنفهمها زمان او كده هوت، ونعرف نختار البروسيسور المناسب للمذر بورد المناسبة، ونعمل سيستم ان شاء الله يكون سيستم ممتاز، وتكون عن ثقة اخترت البروسيسور ده ليه، والبروسيسور ده احسن مذر بورد تركب معاه ايه، هيكون من خلال كورسنا النهاردة. البروسيسور طبعا زي ما احنا عارفين هو اللي احنا بنطلق عليه اسمه السنترال بروسيسنج يونت. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وان تجعل الحزن ان شئت سهلا. البروسيسور طبعا هو اللي بيقوم، هو اللي مسؤول عن اللي احنا بنسميه مخ الكمبيوتر. هو اللي بيقوم بعملية الكالكوليتنج او الحسابات اللي موجودة عندي، وجميع العمليات الحسابية وعمليات اللي هي معالجة البيانات اللي موجودة عندنا. عندنا الترم بتاعنا او اللي احنا بنسميه تيرمز، المصطلح اللي اسمه الشيب او الشيب كارير، يعني حامل الشيب الموجود عندنا، او الشيب كونتينر يعني الوعاء اللي فيه الشيب الموجود، او الشيب باكج. دول كلهم بيعبروا عن البروسيسور، الحتة اللي بتمسكها في ايدك اللي احنا بنطلق عليها الاربع، واحد من الاربع الاسماء الموجودة عندنا دول. يبقى دي بتوصف الانتاير باكج، يعني كل الباكج او كل القطعه اللي هي بتكون اللي احنا هنركبها في السوكت اللي موجود في المذر بورد. البروسيسور اللي موجود عندنا بيكون فيه مجموعه من الترانزستورات، وعدد الترانزستورات ده هي كل ما يزيد كل ما بتزيد كفاءه البروسيسور اللي موجود عندنا. الحاجات دي تكنيكال قوي، يعني مش هتلاقيها في ولا عرض من العروض هيقول لك مثلا في كام بروسيسور ولا كده، ولكن عايز اقول لكم بس ان البدايه بتاعه البروسيسور لما بدأت ان هي بحوالي 29,000 ترانزستور. ده اول ما بدأوا وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم يا بروسيسور. حاليا وصلت اكتر كمان، يعني المعلومات اللي عندي مش اجدد حاجه موجوده عندي، تمام، ولكن وصلت في بنشن 4 ل 149 مليون ترانزستور في البروسيسور اللي موجود عندنا. فطبعا كل ما عدد الترانزستورات بتزيد كل ما سرعه البروسيسور الموجوده عندي بتزيد. من اشهر الشركات اللي موجوده عندنا اللي بتنتج البروسيسورات للكمبيوترات الاي بي ام، عندنا شركه انتل وعندنا شركه اي ام دي. انتل طبعا هي الشركه المكتسحه السوق، ودي اللي احنا لو شفنا اي لابتوب او كمبيوتر مكتوب عليه انتل انسايد نعرف ان البروسيسور بتاعه انتل والمذر بورد بتاعته انتل. اما اي ام دي بينتج بروسيسور بس ما بينتجش مذر بوردات، اي ام دي بتركب فيه المذر بورد اللي احنا بنطلق عليها اسم فاي. كان في زمان بروسيسورات تانية ما اعرفش اذا كانت لسه بتنتج ولا لا، ولكن كان في عندنا مثلا بروسيسور اسمه سايركس. سايركس دوت من البروسيسورات اللي انا يعني كانت رخيصه جدا في السوق، وكانت بروسيسور خايب، تمام. يعني انا فاكر كان في دكتور في كليه العلوم كان كمبيوتر ساينس، وكان بيجي يشتري من عندنا البروسيسور بس كان بشرط معين. عمل برنامج ومفروض ان هو بيشغل البروسيسور، والبروسيسور هو عارف نتيجه البرنامج ده هتطلع ايه، فيخلي البروسيسور يحسب النتيجه دي. فلو طلعت صح بيشتري البروسيسور، لو طلعت غلط وكانت بتطلع غلط كتير بيرجع لنا البروسيسور. فكنا بنديله 10 بروسيسور تمام، ياخد اتنين والتمانيه التانيين تعبانين يتباعوا لزبون غيره. وطبعا كان سعر البروسيسور ساعتها يعني كان بيقارب مثلا يعني لو البروسيسور مثلا انتل ب 100 هتلاقي مثلا اي ام دي ب 75، هتلاقي السايركس ده هوت مثلا ب 25 او ممكن 15 كمان، بس معرفش اذا كان لسه موجود ولا لا، وكنا بنركبه على المذر بوردات اللي هي الفايا اللي موجوده عندنا. البروسيسور فورم فاكتور، البروسيسور فورم فاكتور او التصميم بتاع البروسيسور او الباكج شكلها عامل ازاي في البروسيسور. اول ما بداوا وعملوا موضوع البروسيسور استعملوا حاجه اللي احنا بنسميها الديب الموجود عندنا، الديوال 2 ان لاين، كان بالشكل ده هو زي ما احنا شايفين رجلين كده هوت. طبعا الشكل ده هوت اقرب ليه اللي هو البايوس اللي موجود عندنا، تمام.
فده بس ده زمان كانوا بيستعملوه في البروسيسور. لقوا ان الموضوع ده هو بالنسبه لهم ممل. تمام، ليه؟ لان انت ممكن وانت بتشيل البروسيسور رجل من دي تتنى، رجل من دي تتكسر، او بين من دي تتنى او تتكسر. فقال لك لا، احنا نعمل شكل جديد موجود عندنا احسن. واتجهوا لحاجه اللي احنا بنطلق عليها اسمها البي جي اي او البين جريد اري اللي موجوده عندي. عملوا البروسيسور طبعا الظهر والوش بتاعه ان هو فيه بنز او فيه سنون طالعه منه. ده الشكل اللي هم اعتمدوا عليه بعد الدي اي بي. بعد كده قاموا جايين لنا باختراع، طبعا ده رقم واحد وده اختراع رقم اتنين. قاموا جايين بعد كده قال لك طب ما هو برضو البنز دي ممكن من خلال النقل تتكسر، وممكن ان هي تتني، ولو واحده اتكسرت بنرمي البروسيسور على طول، ولو اتنقلت غلط نفس الحكايه بنخسر قيمه البروسيسور. ايه رايك ان احنا نجيب كارت ونثبت فيه دي، تمام، ونعمل له علبه بلاستيك كده من بره ونركبه يركب في المذر بورد كانه كارتريدج موجود عندي. فده اللي احنا بنطلق عليه اسم السنجل ايدج كونتاكت كارتريدج، او اللي احنا بنختصرها دايما ب اللفظ اس اي سي سي اللي موجوده عندنا. ما هي الا عباره عن بي جي اي متركب في كارته ومتقفل في علبه بلاستيك زي ما احنا شايفينها بالمنظر ده، وتثبت على المذر بورد. طبعا ده صعب جدا ان هو يبوظ اللي موجود عندنا. بعد كده من نفسهم رجعوا وبدون تعليق الى استعمال مره تانية البي جي اي. فلقينا ان هم بعد ده كان موجود في بنشم 2 وبنشم 3، لما نزل بنشم 4 قاموا راجعين مره تانية لمين؟ للبي جي اي اللي موجود عندنا. تمام، ومحدش ساعتها علق بقى ليه رجعنا مره تانية. اخر حاجه مستعمله حاليا اللي هي اللي احنا بنطلق عليها اسم ال جي اي. هنلاحظ ان هنا زي في نقط موجوده في ظهر البروسيسور اللي موجود عندي، والسنون بتكون في المذر بورد، بتكون في حاجه احنا بنطلق عليها اسم سوكيت تي. تمام، يبقى سوكيت تي هو ده اللي مخصص لمين؟ للال جي اي. هنلاحظ هنا لاند، اما هنا كانت بن، اما هنا لاند ارض، يعني جريد اري اللي موجوده عندي. طيب تعال نشوف الاشكال اللي احنا اتكلمنا عنها دي بس التفصيل اكتر. انا مش محتاجه ومش هشرحه. تمام، انا هنا اتكلمت على البي جي اي، ولكن عندنا حاجه ثانيه اسمها اس بي جي اي، وعندنا هنا اهوت اس اي سي سي 2، عندنا اشكال مختلفه. انا حاطط لكم هنا اهوت الموقع ده اهوت، بحيث ان انتوا لو عايزين تزوروا الحاجات دي وتاخدوا معلومات اكتر ممكن نزوره هنا اهوت. خليني بس اديكم لمحه سريعه عنه. الموقع ده من شركة انتل وبيتكلم على البروسيسور. هلاقي عندي حاجة هنا اسمها FCLGA4، وهلاقي عندي حاجة اسمها FCBGA2، وهلاقي عندي هنا أشكال مختلفة. أنا شرحت اللي هو الاسم العام بتاعها، ولكن التفاصيل دي أنا مش محتاج إن أنتوا تعرفوا التفاصيل دي، بس هيبقى حاجة حلوة قوي لو شفت الـ FCLGA4 الظهر بتاعه والوش بتاعه عامل إزاي. آدي المنظر بتاعه اللي موجود عندنا من ناحية. من الناحيه الثانيه هلاقي عندي الباك سايد اللي موجود عندي، هلاقيه بالمنظر ده، وزي ما احنا شايفين مفيش سنون موجوده عندنا. هتلاحظ بشويه ملاحظات كده، هتلاقي بص من هنا الجزء ده عامل ازاي والجزء ده عامل ازاي، هنلاقي فيه سهم هنا اهوت. الحاجات دي كلها بتستفيد منها في عمليه التركيب. خليني اشوف انزل تحت كمان كده اهوت واتفرج على مثلا الاس اي سي سي باكج تايب اللي موجود عندي. انا مش هقرا الكلام ده كله، انا هفتحه من هنا اهوت اتفرج عليه. تمام، هنلاحظ ان ده اهوت البروسيسور اللي انا لسه بحكي عنه، وان هو بنشم 2 محاط بالبلاستيك من كل النواحي اللي موجوده عندي. اتفرج عليه من الناحيه الثانيه، ادي زي ما احنا شايفينه. هننزل تحت كده اهوت، انا شفت الاس اي سي سي، هشوف بقى الاس اي سي سي 2 اللي موجوده عندنا. تمام، هتلاحظ بس ايه يعني لحظه سريعه كده، بص ده 330 كونتاكت من تحت، اما ده كام؟ 242 كونتاكت اللي موجوده عندي. لو بصيت عليه من هنا ادي الشكل بتاعه، وادي الشكل بتاعه من الناحيه الثانيه. يا جماعه الفروق ما بينهم هتكون فروق بسيطه جدا في عدد البنز وشكل التقفيل. يعني هنلاحظ ان هو مثلا ده التقفيل بتاعه ظاهر في الجزء ده هو، هتلاقي في التصميم اللي قبليه اللي موجود عندنا ان هو متغطي. تمام، يعني الكلام ده مش صعب، لو قريناه هيبقى حاجه معلومه من المعلومات المفيده
لينا زي ما احنا شايفينه. وعندنا الاس اي بي لو شفته كده هو شكله عامل ازاي، هتلاحظ ده بقى ملوش ظهر من ورا بلاستيك، والمروحه بتاعته كمان ما اظنش ان هي هتكون انتل، لا هنا حظها انتل. ده احنا في فتره من فترات كبيره جدا اشتغلنا بيه كان بيجي لنا البروسيسور عباره عن، او البروسيسور باكج عباره عن كارته بالمنظر ده، واحنا كنا بنشتريله مروحه من بره. ده كان ايامها في مصر كان البروسيسور والحاجات بتاعت الكمبيوتر عليها عليها اسمه ده هو الجمارك وكده. فانا اجيب لي لما اجي من بره مثلا وجايب 10 بروسيسور، علبه البروسيسور بتبقى كبيره. يعني لو بصيت مثلا هنا هو كده على السي بي يو اللي موجود عندي، او خليني اقول انتل سي بي يو علبة البروسيسور زي ما احنا شايفينها بتبقى كبيرة كده، ومن جوه ما فيهاش غير الكارت الصغير ده. فكانت الناس بتعمل ايه؟ كانت بتجيب عشان تهرب البروسيسور من بره من الجمارك اللي موجودة عندنا، تجيب الكارت دي من هنا، وكنا نجيب له نشتري له مروحة من بره. كان في زمان تجار شنطة كده اهوت، معرفش طبعا انا مش في السوق حاليا الموضوع ده اهوت، كان في تجار شنطة بيعدي كده عايز يشتري البروسيسور، بتشتري ارخص من السوق بحوالي 100 و150 جنيه، بس دايما بيكونوا نصابين، لو باظ البروسيسور ما بيكونش في حاجة اسمها ضمان. فده طبعا الاشكال المختلفه اللي احنا قلنا عليها. انا اللي يهمني كامتحان الاي بلس ان اعرف الاسماء القواعد العامه، ده ديب، ده اس اي سي سي، ده بي جي اي. اما اللي عايز تفاصيل اكتر موجوده عندكم في الرابط ده في انتل. طيب اذا لو بصيت هنا هو ده اللي هو السوكت اللي موجود عندنا، يبقى ده اللي هيركب فيه مين؟ ده اللي هيركب فيه البي جي اي. طيب والشكل ده احنا بنسميه ايه؟ ده اللي احنا بنسميه السلوت. اللي هيركب فيه مين؟ اللي هو الاس اي اي اللي موجود عندنا، او سنجل ايدج كونتاكت، او الاس اي سي اللي موجود هنا. الشكل اللي موجود عندي ده تمام، ده اللي احنا بنسميه سوكت تي، ده اللي هو فيه سنون مش خرام موجوده زي المنظر ده، ده فيه سنون، ده اللي هيركب فيه مين؟ ال جي اي اللي موجود عندنا. كان زمان الكارت ده موجود تمام، اللي هو بيسموه سلوت سوكت ادابتر. لو انت عندك بروسيسور والبروسيسور ده بي جي اي، يعني البروسيسور ده هو عبارة عن مربع كده ومليان سنون، وجات لك مذر بورد هدية زي المذر بورد دي، يعني لازم يركب فيها بروسيسور اللي احنا بنسميه سلوت. طب تعمل ايه؟ كانوا بيبيعوا الكارتة دي لوحدها كده، ناخد البروسيسور ده ونثبته هنا ونركب له مروحة ونقوم موصلينه على مين؟ على سلوت 1 اللي موجود عندي. فاذا هلاحظ هنا دي اسمها ايه؟ سلوت تو سوكت ادابتر اللي موجوده عندنا تمام. يبقى انا كده حولت ال او هي سوكت تو سلوت، مش متاكد من الاسم بتاعها. انا حولت كده السوكت اللي موجود عندي، قدرت ان انا اركبه في الكارته دي ويتحول الى سلوت ويشتغل على ماذر بورد سلوت. طبعا الاشكال دي مش هتقابلها خالص في حياتك، دي حاجات بتاعت بنشم 2 وبنشم 3 اللي موجوده، و لا بنشم 4 ما كانش فيه من الكلام ده تمام. كانت في بنشم 2 وبنشم 3، ومش كل بنشم 3 كمان، كان كله كان في منهم هما الاثنين. احنا الحاجات دي بنتكلم على ذكريات موجوده فيها. ناس كتير قوي بنسالها يا جماعه انت تعرف سرعه البروسيسور بتاعك ازاي، او كام البروسيسور اللي موجود عندك؟ ناس كتير قوي ما بتقدرش تعرف البروسيسور اللي عندها كام. تعالوا ناخد اكتر من طريقه ان احنا ناخد نعرف البروسيسور اللي موجود عندنا. اول طريقه واكتر طريقه غبيه طبعا، ان انا افتح الكمبيوتر بتاعي واشيل المروحه اللي موجوده عليه واقرا اللي مكتوب على الظهر بتاع البروسيسور تمام. طبعا دي من اغبى الطرق ان انت ممكن تلجا ليها، يعني ما يلجاش ليها غير واحد ما عندوش اي نوع من الخبره. الطريقه الثانيه وهي طريقه الفرافير تمام، اللي هم عندهم فلاش يقول فرافير، الناس اللي هي مقتدره وعندها اجهزه اوريجينال او عندها لابتوب موجود فيها، اللابتوب مكتوب مثلا عليه الموديل بتاعه مثلا توشيبا ساتلايت مثلا كذا كذا تمام. فخلاص اخش على المصنع، اخش على الويب سايت بتاع توشيبا واشوف الرقم اللي عليه من هنا اهوت، واعرف البروسيسور ده بتاعي كام من خلال النوع والموديل اللي مكتوبين على اللابتوب بتاعي او الكمبيوتر بتاعي. نيجي بقى عند الحاجه الحلوه او السهله اللي موجوده عندنا من خلال حاجه اللي احنا بنسميها سيستم بروبرتيز اللي موجوده في اي ويندوز موجوده عندي. هعرفها ازاي؟ خليني اروح على الديسكتوب بتاعي، هروح على ماي كمبيوتر
رايت كليك واختار من هنا بروبرتيز. هلاحظ عندي ان انا البروسيسور بتاعي انتل ار كور 2 كواد، يبقى انا البروسيسور بتاعي كور 2 كواد سي بي يو، ده الاسم بتاعه. اما السرعه بتاعتي اللي هي كام 2.4 جيجا هرتز، يبقى البروسيسور بتاعي ديوال كور كور 2 كواد سي بي يو 2.4. او من خلال ان انا اشوف يوتيليتي تانية موجودة عندي، حاجة احنا بنسميها سيستم انفورميشن. سيستم انفورميشن انا بقدر ان انا اجيبها بسرعة لو رحت على ستارت وكتبت في الران ms info 32، هي دي موجودة في الاكسسوريز سيستم انفورميشن. هلاحظ عندي ان البروسيسور بتاعي هنا هو تديني معلومات عنده انتل كور تي ام 2 كواد سي بي يو، واداني السرعة بتاعته واداني بعض التفاصيل اللي احنا هنتكلم عنها بعد كده. فدي اللي هي الطريقة الرابعة. الطريقة الخامسة اللي موجودة عندنا، اعمل ريستارت للكمبيوتر بتاعك. فاول ما قبل ما يبدأ الويندوز واول ما يشتغل الكمبيوتر دايما بيكتب لك المواصفات بتاعة البروسيسور بتاعك. طبعا عملت ريستارت مش هيسجل الفيديو اللي موجود عندنا. ممكن نستعين ببرامج برضو تدينا معلومات عن البروسيسور، تمام، ولكن دول هنشوفها ان شاء الله مع بعض في الجزء اللي جاي من خلال في نفس الشريحة النهاردة. ولكن دي اللي هي الخمس طرق اللي انا ممكن من خلالها اعرف البروسيسور بتاعي كام. ناس كتير قوي تسألها البروسيسور بتاعك كام، ما بتعرفش. طيب ايه الحاجات اللي احنا لو احنا عايزين نقول البروسيسور ده، اختار البروسيسور ده ولا لا، ولا يعني ايه الاختيارات، او افرق ازاي ما بين بروسيسور وبروسيسور، هقول ده احسن او احسن لا بناء على ايه. عندي ثلاث حاجات مش اتنين، عندي ثلاث حاجات اقدر اقيم بيها البروسيسور بتاعي. اول حاجه اللي احنا بنسميها السبيد اوف ذا بروسيسور، وعندي حاجه احنا بنسميها الفرونت سايد باس، تمام. الفرونت سايد باس ده ليه سبيد وليه حزمة البيانات اللي بيمشي فيها، او الداتا باث ويدث، يعني عرض الباص بتاع الفرونت سايد باص ده قد ايه، يقدروا يمشي فيه بيانات كم مرة في كم، يعني كم بت في الدفعة الواحدة اللي موجودة عندنا. وعندي الحاجة رقم ثلاثة اللي احنا بنسميها الكاش ميموري. يبقى الثلاث حاجات دول اللي هنعيش فيهم مع البروسيسور عشان نفهمهم، هياخدوا مننا شوية وقت بس هنعرف فيهم تفاصيل جميلة جدا ان شاء الله. خد الموضوع على انه حدوته كده، ريلاكس، اشرب كوبايه الشاي بتاعتك، اللي بيدخن يدخن، تمام، بس خد الموضوع على حدوته كده هو، خده بحب، هتلاقي الموضوع سهل جدا. والحاجات دي صعب جدا ان انت تجمعها يعني، ومهما كان الشرح هيكون احسن بكتير ان شاء الله من الكتب اللي موجوده عندكم. نيجي نتكلم على السبيد اوف البروسيسور اللي هو اول حاجه انا بقارن بيها، ودي متهيألي الناس كلها عارفاها وبتستعملها استعمال خاطئ تماما، تمام. تعالوا نشوف ونتكلم عنها. سرعه البروسيسور بتقاس بحاجه اللي احنا بنسميها الميجا هرتز، او اللي احنا بنسميها الجيجا هرتز. انا البروسيسور بتاعي ممكن اقول 2.4 جيجا هرتز، تمام، او اقول 2400 ميجا هرتز اللي موجود عندنا. فاذا هما الاثنين واحد زي بالظبط كده، يعني انت طولك قد ايه هتقول لي اما مترين، هتقول لي اما 200 سنتي، تمام، هما الاثنين وحدتين موجودين بيستعملوا في القياس. فاذا انا بقيس سرعه البروسيسور بميجا هرتز او جيجا هرتز. ميجا يعني مليون، جيجا يعني بليون، والهرتز اللي احنا سميناها قبل كده اللي هي سايكل بير سكند، اللي هي عدد السايكلز اللي موجوده بيقوم بيها في الثانيه الواحده. هل لو انا قلت البروسيسور بتاعي 2.4 وانت البروسيسور بتاعك مثلا 3 واخترت الوحدة اللي موجودة عندنا مثلا 3 جيجا هرتز، هل معنى كده ان الكمبيوتر بتاعك، انا مش بقول على البروسيسور بس، هل معنى كده ان السيستم بتاعك احسن من السيستم بتاعي؟ لا، الكلام ده غلط. ليه؟ لان سرعة واداء الجهاز ككل
والسيستم ككل ما بيتوقفش على البروسيسور بس. وهناخد العديد العديد من الأمثلة والحاجات التجارب اللي أنا عشتها مع الموضوع ده هوت. تمام؟ تعال نشوف أول اختلاف ممكن يكون ما بين اتنين بروسيسور اللي موجودين عندنا. كان زمان في عندي Pentium 2، آخر بروسيسور أنتج من Pentium 2 كان 450، وأول بروسيسور أنتج من Pentium 3 تمام كان 450. فكان مديري الله يمسيه بالخير تمام ينصح الناس كلها، يا جماعة خدوا Pentium 2 450، ده Pentium 3 مشهور ان هو بيهنج تمام، وهما الاثنين واحد، وهتوفر لك بتاع 100 جنيه ولا 150 جنيه، انت اولى بيهم وعيالك اولى بيهم، ما علينا. كان طبعا دي اسلوب المبيعات اللي هو كان بيتبعه اللي موجودين عندنا. الكلام ده غلط تمام. ليه؟ لان تعال نشوف هنا هوت، لو انا زمان بقدر، لو انا عندي بروسيسور تمام، يعني لو كان مثلا انا مش قادر اقول اظبطها مثلا، هما الاثنين سرعه واحده، ولكن هل معنى كده سرعه سبيد واحده، ولكن معنى كده هل سرعه معالجه البيانات بتاعتهم واحده؟ الكلام ده مش صحيح. اول بروسيسور انتج اللي هو كان 8086 او 8088، كنت عشان اعمل عمليه واحده او اعمل سنجل انستراكشن بحتاج كام؟ 12 سايكل. يبقى العمليه الواحده بتتم في 12 سايكل. لما جينا دخلنا Pentium 2 و3 و4 لقينا ان انا ممكن اعمل 3 عمليات في السايكل الواحده. فاذا لو كان يعني، والكلام ده هو يعني غير واقعي طبعا، المثال ده هو الواقعي اكتر، لو كان ان هو في Pentium 1 اللي موجود عندي او في قبل Pentium اللي موجود عندنا ده مثلا سرعته 1500 بس مثلا 486، وده سرعته مثلا 1500 بس Pentium. تبصوا هنا يا جماعه، السنجل انستراكشن الواحده بتاخد 12 سايكل، هو بيعمل 1500 سايكل في الثانيه تمام، بس عشان تعمل تعليمات واحده بتاخد 12 سايكل، في حين ال 1500 التانيين عشان هي لي شكل من الاشكال الثانيه اللي موجوده للبنشم او اصدار او جيل متقدم اكتر من الجيل القديم، لقينا ان هو في السايكل واحده بيعمل 3 انستراكشن. فاذا السرعه مش هي بس المقياس اللي موجود عندنا، ما تقيسش بيها اللي موجود عندي. امتى بيكون ده مفيد؟ ساعه لما اجي اقارن ما بين سي بي يو وسي بي يو، ما بين بروسيسور وبروسيسور، وهم الاثنين من نفس الجيل. لو سمحت اجيب 2.4 كور تو كواد احسن، ولا اجيب مثلا 3 كور تو كواد احسن؟ هقول لك اه هما الاثنين من نفس الجيل تمام، ده 2.4. لا يا عم، الثلاثه طبعا هيبقى احسن، ومش طبعا قوي، وهنشوف ليه تمام. فاذا ما تعتمدش الاعتماد الكامل ان سرعه البروسيسور الجهاز ده هو سرعته 2.4، لا الجهاز ده 2.5 احسن، لا مش شرط، ممكن يكون ال 2.5 ابطا اللي موجود عندنا. هديكم امثله ثانيه تمام، ولكن مش قادر ادي امثله لان في حاجات لازم تتشرح، وبعد كده ادي المثال بتاعي. يبقى انا الخلاصه من السبيد اوف ا بروسيسور ان هو بيتقاس وحده القياس بتاعته ميجا هرتز او جيجا هرتز، وان هو ما ينفعش في تقييم السيستم ككل. انا ممكن بس اقارن ما بين اثنين بروسيسور لو كانوا من نفس الجيل، وساعتها اقدر اعتمد على السرعه بتاعتهم او الكلوك سبيد بتاعه البروسيسور اللي موجود عندي. إيه لو بصينا هنا هو، تعالوا نبص هنا هو، نخش على اللينك ده. فاللينك هنا هو انا بيوريني هنا هو الانتل كور تو كواد البروسيسور اللي موجود عندنا. طبعا دي كلها بروسيسورز من الكور تو كواد. ده جدول يعني ما فيهوش خانه واحده، لو كانوا خانه واحده بس بيعتمد، هنلاحظ ان هو هنا في كلوك سبيد، في حاجه اسمها كاش، في حاجه باس سبيد او الفرونت سايد باس، في نمبر اوف كورز، في حاجات كثيره تنفع في المقارنه، فما ينفعش تقارن البروسيسور بسرعته بس. طب تعالوا نشوف الكلام ده هوت هنا هوت. طبعا البروسيسور بتاعي هو اللي تحت خالص زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. البروسيسور اللي بعد البروسيسور بتاعي انا لاحظ عندي هنا 2.66، ولاحظ عندي هنا 2.66، ولاحظ عندي هنا 2.66 اللي موجود عندي.
يعني انا ال 2.66 في اكتر من اصدار ليه، وليه اكتر من اسم كودي موجود عندنا. يعني في 2.66 اسمه 6700، وفي 0.266 اسمه 8400، وفي 0.266 اسمه 9400. فاذا ما ينفعش ان حد يغشك في الموضوع ده هوت ويقول لك ايه، يقول لك سرعه البروسيسور ويسكت على كده. لا طبعا مش هو ده المطلوب مننا. طيب نرجع ونشوف ايه المعطيات التانية اللي انا محتاجها عشان اقدر اعرف البيانات. يبقى انا خلصت اول واحدة اللي هي السبيد بتاعت البروسيسور الموجودة عندنا، وهتنقل بعد كده الى الفرونت سايد باث او واللي بتنقسم بدورها الى السبيد والداتا باث ويدث اللي موجود عندي هنا. الفرونت سايد باث اتفقنا قبل كده مع بعض ان هو اللي بيربط ما بين مين ومين، الباص اللي بيربط ما بين السي بي يو والنورث بريدج اللي موجوده عندي. النورث بريدج ليها اسم تاني اللي احنا بنسميها الميموري كنترولر هاب. فاذا الفرونت سايد باص هو اللي بيربط ما بين السي بي يو وما بين النورث بريدج اللي موجوده عندنا، ده بنسميه فرونت سايد باص، بنسميه بروسيسور داتا باص، بنسميه بروسيسور سايد باص او بي اس بي، تمام، او ببساطه بنقول عليه اللي هو السي بي يو باص اللي موجود عندنا. الفرونت سايد باص هتكلم فيه على حاجتين زي ما احنا قلنا، سرعته قد ايه اللي موجود عندي، وعدد او كميه الداتا باث اللي موجوده عندنا، الطرق اللي بتمشي فيها البيانات اللي بتربط ما بين الاثنين. نيجي نشوف هنا الفرونت سايد باص او السبيد، دي اللي هي سرعه، يبقى سرعه نقل البيانات اللي بتتحرك من البروسيسور او الى البروسيسور. يبقى السرعه هنا هتمشي من سرعه كام لكام، سواء في الاتجاه ده او في الاتجاه ده هوت، تمام. هنلاحظ ان ده بيختلف من بروسيسور لبروسيسور. تعالوا نرجع لمثالنا اللي انا فاتحه معاكم. هنلاحظ ادي ال 266 اللي موجوده عندي، الفرونت سايد باص بتاعها هنا كام؟ 1066 ميجا هرتز. طب تعالوا نشوف الثانيه، هنلاحظ ان سرعتها كام؟ 1033 ميجا هرتز فرونت سايد باص. تعالوا شوفوا البروسيسور بتاعي، على فكره البروسيسور ده كان محترم يوم ما اشتريته، يعني كان حاجه حلوه قوي، بس طبعا دلوقتي بقى في القاع اهوت اسفل اسفلين. هتلاحظوا ان البروسيسور بتاعي الفرونت سايد باص بتاعه كام؟ 1066. يعني اللي بعديه ال 2.66 هيبقى اسرع ككلوك سبيد، وهيبقى اسرع كمان كمين؟ كفرونت سايد باص. فاذا ما تخليش ان هو حد يقول لك إيه يبقى اسرع، يعني خد بالك من حاجتين. احنا دلوقتي عرفنا الكلوك سبيد اللي موجود عندنا وسرعه الفرونت سايد باص، يبقى انا لما اجي اسال على البروسيسور هقول هو سرعته كام والفرونت سايد باص بتاعتنا كام اللي موجوده هنا. طيب هنيجي نتكلم هنا هوت على الداتا باث ويدث اللي موجوده عندنا. هنا بيقول لي هو عباره عن ايه؟ هو زي ما احنا بنقول كده، لو انا عندي طريق فيه حاره واحده وبتمشي فيه العربيات، طب ايه رايك لو كانوا حارتين؟ هيبقى العربيات هتمشي فيه اكتر، هيسمح بنقل العربيات اكتر اللي موجوده عندنا. طب لو عندي ثلاث حارات هيسمح بنقل ثلاث حارات، هيسمح بنقل المعلومات اكتر. فاذا كل ما الويدث بتاع الداتا باث اللي بيمشي فيه الفرونت سايد باص بيزيد، معنى كده هوت ان انا هقدر ان انا انقل معلومات في نفس الوقت، ولكن ايه، اقدر اعمل ترانسميت للمعلومات في نفس الوقت، تمام، فبيكون عندي سرعه اسرع اللي موجوده عندي. تعالوا نشوف من الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها في البنشن 4 اللي قابلتنا مع بعض. لما نزل البنشن 4، نزل البنشن 4 كبروسيسور بيكون له فرونت سايد باص، والمذر بورد بيكون لها فرونت سايد باص. نفس الحكاية، أنا هقارن ما بين اتنين بنشن 4، ده ليه فرونت سايد باص وده ليه اللي هو المذر بورد فيها فرونت سايد باص بتاعها، وهما الاتنين طبعا اللي هما بيلتقوا من خلال هنا ده السي بي يو وده الشاسيه. الطبيعي إن أنت الاتنين دول يكونوا متساويين. فكان بنشن 4 لما كان نزل كان الباص بتاعه، طبعا الحاجات دي يعني حاجات ايه، يعني سامحوني بس لو كانت مش دي قديمه قوي يعني، فانا مش قاري فيها ولكن اشتغلت فيها، تمام، ولذلك يعني لو في غلطه افهموا بس انا القصد منها ايه.
كان عندنا البنشن فور السي بي يو اللي موجود عندنا الفرونت سايد باس بتاعه كان 800. وكان فيه اتنين ماذر بورد موجوده في السوق، واحده الفرونت سايد الفرونت سايد باس بتاعها 400، واحده الفرونت سايد باس بتاعها 800. كان المدير بتاعي لما يجي يعمل سيستم بنشن فور يعمله بالشكل ده، ماذر بورد فرونت سايد باس بتاعها 400 ومتركب عليها بروسيسور 800. الداتا هتتنقل بالسرعه الاعلى ولا السرعه الاقل؟ طبعا بالسرعه الاقل. تمام، نفس الحكايه هنا، هو كان الزياده في دي ان هي تقريبا كانت اغلى من 150 ل 200 جنيه. طبعا ساعتها كان بيضربهم في كرشه زي ما احنا بنقول، عايز تعمل جهاز رخيص طب تعالى. تمام، وكان طبعا يعني النصب في الموضوع ده هو حاجه فوق الخيال يعني. تمام، طبعا ده جهاز بنشن 4 800 وده جهاز بنشن 4 800 اللي موجود عندنا. لو جه طبعا انت بتروح تشتري جهاز كمبيوتر جديد ما تعرفش شكل الكمبيوتر عامل ازاي، فبتقول الله كمبيوتر سريع، تشتغل شويه كده تروح تشوف كمبيوتر عند زميلك تلاقي الفرق ما بين السماء والارض وهما الاثنين نفس السرعه، عرفت الفرق ده جه منين الموجود عندنا؟ فلازم يحصل ماتشنج ما بين الاثنين دول اللي موجودين عندي، ما بين الفرونت سايد باس بتاع البروسيسور والفرونت سايد باس بتاع المذر بورد اللي موجوده، عشان تاخد احسن اداء ممكن ان انت تستفيد بيه. طبعا انا بتكلم هنا على السبيد اللي موجوده عندنا. طيب انت تتخيل ان الفرونت سايد باس اللي موجود هو اللي بيحدد لك السي بي يو سبيد؟ تمام، ازاي؟ دايما البروسيسور اللي موجود عندي اسرع من المذر بورد، اسرع من المذر بورد اللي موجوده عندنا. فلذلك الفرونت سايد انا بعمل ايه عشان اقول للمذر بورد يا مذر بورد البروسيسور ده سرعته كذا؟ ساعتها باخد المذر بورد فرونت سايد باس اللي موجوده عندي واضربها في اللي احنا بنسميه المالتيبلاير اللي موجود عندنا، يعني البروسيسور بتاعي مثلا ده هو اسرع من المذر بورد بكم مره؟ بمره، بمره ونص، بمرتين، بعشر مرات اللي موجود عندنا. لو ضربت الاثنين دول في بعض تمام هيطلع عندي السي بي يو سبيد. تعال نشوف مثال كده او هناخد مثالين مع بعض. تعال نشوف هنا هوت انا عندي ماذر بورد السرعه بتاعتها 133 ميجا هرتز فرونت سايد باس. لو خليت المالتي بلاير بتاعها ده هوت 10 اكس يعني 10 اضعاف. معناها انا بقول للمذر بورد ايه؟ معناها بقول للمذر بورد ان البروسيسور ده سرعته 1330 ميجا هرتز او 1.3 جيجا هرتز. الكلام ده يا جماعه زمان كنا بنعمله بايدينا، كانت المذر بورد بيبقى فيها جامبرز. تمام؟ نقعد نظبط الجامبرز للبروسيسور بحيث ان انا البروسيسور انا جاي بروسيسور 1.33 فلازم اعرف سرعه المذر بورد كام وايه الرقم اللي هضربه فيها عشان يوصل لي ال 1.33. تمام؟ طيب ما توجعش دماغك، الموضوع دلوقتي بقى اوتوماتيكيا، يعني مش بتظبطه بجامبر. امال بتقوله لنا ليه؟ هقول لكم بقوله لكم ليه بس مش دلوقتي. فاذا هنا هو دي السرعه بتاعتها، تيجي نحسب المذر بورد بتاعتي ونشوف هل الكلام ده هو صح ولا غلط فيها. عندي برنامج نزلته من على الانترنت ومشهور جدا بيديني معلومات عن البروسيسور بتاعنا. البرنامج اسمه سي بي يو زد اللي موجود عندنا. السي بي يو زد اللي موجود عندي دهوت بيديني معلومات عن البروسيسور، عن الكاش، عن المذر بورد، ملف صغير جدا تقدروا تجيبوه من موقع اسمه، خليني اخش عليه هنا اهوت، انيس منصور بيسلم عليكم، www.cbuid.com. ده اللي هو الموقع اللي انا جبت منه البرنامج ده. البرنامج ده هو بيقيس البروسيسور اللي موجود عندي زي ما انا قلت لكم قبل كده، لو عايز تعرف معلومات اكتر عن البروسيسور ممكن تجيبها منه، وجبته من اللينك ده. شركات معظمها كلها بتستعمله اللي موجود عندي. انا الويندوز بتاعتي 64 بت،
فانا جبت الاصدار 1.7 اصدار 64 بت، ملف صغير جدا ببساطه، ضغطت عليه اشتغل معايا اوتوماتيك. خليني اوريه لكم. Discards, okay. هو ده البرنامج اللي موجود عندي، شغلته، بس انا شغلته من قبليها عشان بس ايه، كنت خايف من التسجيل ان هو بيعمل بوب اب اللي هي بتاعت الادمنستريشن، كنت خايف من التسجيل. تعالوا نشوف البروسيسور بتاعي ونتكلم فيه، لان البرنامج ده هستعمله كتير قوي خلال المحاضره بتاعتنا دي. هلاحظ ان هو قال لي هنا البروسيسور بتاعك انتل كور 2 ديو، واداني كواد، واداني اسم الحركه بتاعه كيو 6600 اللي موجود عندي. تمام، السرعه بتاعت البروسيسور بتاعي 2.4. تمام، هلاحظ عندي هنا هو حاجه ثانيه، ان هو بيحسب السرعه بتاعته ازاي. هلاحظ ان هو ان انا الباس سبيد بتاعي 266. طيب خلينا نشوف الكلام ده هو على الويب، وهنشوف المالتي بلاير وازاي هيديني الكور سبيد، وازاي ان هي توصل ل 2.4. خلينا نروح نفس الموقع اللي احنا كنا فيه بتاع الانترنت. هلاحظ عندي البروسيسور، تعالى نتكلم على البروسيسور بتاعي. البروسيسور بتاعي اللي هو 2.4 جيجا هرتز، هخش على اللينك بتاعته عشان اشوف البيانات اللي موجوده فيه. ليه؟ بروبلم، للاسف للعطل الفني. هخش على البروسيسور بتاعي واشوف ايه التفاصيل اللي موجوده فيه. هلاحظ ان هو ان انا عندي الفرونت باس سبيد بتاعته زي ما احنا شفناها 1066 ميجا هرتز. تمام، طيب يا ترى البروسيسور ده، طبعا انا هنا في شغال في شركه انتل فهتديني كل منتجاتها، فمنتجاتها البروسيسور ومنتجاتها المذر بورد. طب يا ترى المذر البروسيسور ده هو يركب على انهي مذر بورد؟ احنا طبعا اللي اخدناه هنا هو ال 2.4، واخدنا هنا بتكلم على فرونت باس سبيد. خلينا نشوف انهي يركب على انهي مذر بورد. هروح عند اللينك ده هو واختار فايند كومباتبل مذر بورد اللي موجوده عندي هنا. كل المذر بوردات دي ينفع ان هو يركب عليها، ولكن انا هختار المذر بورد اللي انا الموجوده عندي اللي هي الجي 43، وعايز اشوف المذر بورد دي هي مواصفاتها ايه، فاروح على اوفر فيو وهختار من هنا هوت وريني الكونفجريشن بتاعتها. هلاحظ في الكونفجريشن بتاعتها برضو ان هي عندها هنا هوت الفرونت سايد باس سبورت، بتقدر تسبورت مين؟ السرعة بتاعت البروسيسور بتاعي هي كانت كام؟ 1066 صح؟ وهلاحظ كمان ان هي بتسبورت سرعة اقل منها اللي هي 800، ولاحظ ان هي بتسبورت سرعة منها اللي هي 1033. يبقى كده انا ممكن احط فيها بروسيسور. هنلاحظ برضو بيبين لي ايه البروسيسورز اللي يركب فيها. بيركب فيها كور تو كواد، بيركب فيها كور تو ديو، وانتل بنشن بروسيسور او السيلرون بروسيسور اللي موجوده هنا هوت. طبعا بشرط ان هما يكونوا البروسيسور سوكت بتاعي الجي اي اللي موجوده عندنا. هتلاحظوا ان هي تقدر تشيل ميموري لحد 16 جيجا، يمكن ده كنت انا اخترتها عشان السبب ده هو. هنلاحظ ان هي بيركب فيها دي دي ار 2 رام، ما فيهاش دي دي ار 3. هنلاحظ من هنا ان هو ما ينفعش يركب فيها الاي 7 البروسيسور الجديد اللي موجود عندي. تمام، كل ده هو يبين لي ان هو الفرونت سايد باس سبورت اللي موجود عندنا، فانا الفرونت سايد باس بتاعي كان 1066. الموضوع ده هو عمل لي وجع في دماغي. تمام، لما جيت اشغل هنا هو عشان احسب الحسبه بتاعتي، لقيت ان البرنامج دهوت فيه نوعا ما من القصور. احنا هنا قلنا الفرونت سايد باس بتاعي 1066. طيب لو انت ضربت 1066 المفروض المالتي بلاير بتاعي يكون هنا هو 9، لان انا البروسيسور بتاعي 2.4 2400، فالمفروض ان هو يكون ضعف الفرونت باس سبيد اللي موجود عندنا. ولكن المعلومه بس عشان اللي هيقيس يشتغل حاجه
فيه بالبرنامج ده هوت. اول حاجه المالتي بلاير ده بيزيد على حسب الشغل اللي انت بتشتغله. يعني انا لو شغلت عندي حاجه تقيله تمام هلاحظ ان المالتي بلاير ده بيزيد. تعال نشوف عندي حاجه تقيله ممكن اشغل ايه. شغل مثلا وورد ورينا. بصوا المالتي بلاير بتاعي وصل ل 9. خليكم بصين والسرعه بتاعتي وصلت ل 2400 مجرد ما خلص البروسيسور شغله رجع مره ثانيه ل 6. فاذا هنا هختار هلاحظ ان الباس سبيد بتاعي او الفرونت باس سبيد بتاعي حقيقه سرعته 266.7. بس انت يعني مكتوب لي هنا 1066 مظبوط؟ اه 1066 دي هيت تمام. دي السرعه بعد ما اتعمل لها بامب، بعد ما هو الانتل الشيبسيت الموجوده عندنا السرعه الحقيقيه هي 266 تمام، ولكن بتعمل لها بامب، بتعمل لها ضخ اكتر للبيانات اللي موجوده عندنا باربع اضعاف. دي مالهاش دعوه بالكورت كواد تمام، بتعمل لها بامب باربع اضعاف. فاذا دي السرعه الحقيقيه اللي موجوده عندي، ولكن انتل بتخليه يمشي بالسرعه دي فبتضرب السرعه دي في 4. فلذلك لو انت عايز تشوف حقيقه البروسيسور اللي موجود عندي ده هوت هنا ازاي ان انت من خلال السيتنج بتاعتك دي بتقدر تعرف سرعه البروسيسور ببساطه شديده تمام. انا هاخد السرعه اللي هي الافريج اللي ماشي بيها 266 اللي هي السرعه الحقيقيه قبل ما يتعمل لها بامب، وهضربها في المالتي بلاير. المالتي بلاير بتاعي طبعا لما شغلت الوورد او حاجه تقيله اشتغل البروسيسور كامل، فهضربها في 9 هتساوي 2394 اللي هي سرعه البروسيسور بتاعنا. ننهي بقى الموضوع ده هو بقى عشان ايه احنا اتكلمنا فيه كتير. انت ليه بتوجع دماغنا بالكلام ده؟ اذا انت عندك المذر بورد بتحط فيها البروسيسور هي اللي بتعمل الكلام ده. احنا بنقول الكلام ده هو ليه؟ عشان يا جماعه عندنا حاجه احنا بنسميها الاوفر كلوكينج تمام. الاوفر كلوكينج هي عباره عن ايه؟ ان انا بلعب في ده او بلعب في ده تمام. بدل 9 هخليها مثلا ايه، بدل 9 اللي موجوده عندي هخليها 10 او هخليها 11، فهيكون نتيجه حاصل ضربهم اللي موجودين عندي هيكون سرعه اعلى للبروسيسور تمام. الاوفر كلوكينج هي باختصار هي ان انا بخلي البروسيسور يشتغل بسرعه اسرع من السرعه اللي هو المفروض يشتغل بيها. زي ما يكون عندك عربيه كده هو سرعتها 200 بتركب لها جهاز تربو عشان تشتغل بسرعه اعلى من السرعه بتاعتها. الاوفر كلوكينج موجود للبروسيسور، موجود للمذر بورد، موجود للرامات، موجود لكروت الشاشه. اللي انا بتكلم عنه هنا اوفر كلوكينج للبروسيسور اللي موجود عندنا. انت بتقول للمذر بورد، المذر بورد بتقول لها سرعه البروسيسور من خلال معادله الاثنين دول مع بعض. هي بتحس بده اوتوماتيك، ولكن انت لو لعبت في دول المذر بورد ساعتها هتقول ان البروسيسور ده مش سرعته 2.4 تمام، لا ده سرعته مثلا حاصل ضرب الاثنين دول مع بعض. لذلك الاوفر كلوكينج مش من الحاجات اللي هم بينصحوا بيها الناس ان احنا نشتغل بيها، اللي هي بتحتاج اكتر حاجه اكتر من حاجه بصراحه بتلعب فيها تمام. ولكن انا ال 2.4 دهوت ممكن اخليه يشتغل بسرعه 3، ممكن اخليه يشتغل بسرعه 3.2، وكان في واحد فاجر في اليوتيوب مخلي البروسيسور دهوت يشتغل بسرعه 5 جيجا هرتز تمام. طبعا البروسيسور لما انت بتعمل فيه الكلام ده هو بيسخن جدا، فعشان كده بتلاقيهم ان هم حاطين انظمه تبريد ان هي بتكون عاليه بحيث ان هي تبرد البروسيسور اللي موجود، لانه طبعا بيكون عليه ضغط جامد فبتبرد البروسيسور اللي موجود عندنا. هنلاحظ كمان ان البروسيسور الفولت بتاعه العادي اللي هو زي ما احنا شايفين ده اللي هو الستاندر بتاعه 1.1. الناس لما بتيجي هنا هو بتزود سرعه البروسيسور برضه بيزودوا سرعه الفولت اللي موجود. طب بيزودوا منين؟ بيزودوا من البايس اللي موجود عندهم. فاذا اقدر انا ازود سرعه البروسيسور عن السرعه بتاعته تمام. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ ببساطه ممكن البروسيسور يتحرق تمام. طب ببساطه ممكن البروسيسور يتحرق، ايه اللي هيحصل؟ والله لو كان في الضمان هيرجع للضمان، لو ما كانش في الضمان خلاص هجيب بروسيسور غيره واشتغل بيه. العمليه طبعا دي كانت بتشتغل، يعني كان ليا واحد زميلي كان بيعمل الموضوع ده هو، كان بيجيب البروسيسور ومثلا هو 233 يشغله على 266 ويبيعه للراجل على انه 266 وبنفس المبدا اللي بقول لكم عليه كده، لو ضرب في الضمان يبقى انا هرجعه في الضمان وما خسرتش حاجه، انا كديلر يعني او واحد ببيع، ولو ضرب بعد الضمان العميل هو اللي هيدفع، انا ماليش دعوه بيه اللي موجود عندنا. طبعا ده من انواع الغش اللي موجوده في البروسيسورز اللي موجوده هنا اهو. طبعا لازم الناس من خلال الموضوع ده هو تشوف الحراره بتاعه البروسيسور
وتتابع الحراره بتاعه البروسيسور. في برامج بتعمل كده برضو اللي هي بتقيس لي الحراره. انا نزلت من نفس الموقع، نزلت برنامج بيعمل الموضوع ده هوت. هاردوير مونيتور، واخترت الاديشن 64 بت. هلاحظ ان هو هنا بيشوف برضو الحراره اللي من الاكتر من حاجه اللي موجوده عندي هنا. اخدين بالكم من الفولت، ان التمبريتشر بتاعها المفروض ان هو 38 درجه اللي موجوده عندنا، ممكن هو يزيد شويه طبعا. فاذا دي الحاجات كلها اللي احنا بنستعملها في الاوفر كلوكينج اللي موجود. في ناس بتقول طبعا ان هو يعني مش هيعمر بزياده، تمام، بس في ناس بتقول لك ان هو طبعا ايه هيديني كفاءه وسرعه اكتر. الناس بتبدا ان هي بتزود حبه صغيرين وبتعمل لود على الجهاز لمده ساعه، تلعب جيمز تقيله او كده، لقى ستيبل بيخش بعد كده يزود اكتر لحد ما يلاقي الجهاز ان هو بيزود جهاز بيعمل هانج على طول او بيعمل ستارت، بيرجع ساعتها للسرعه السابقه. وده اللي احنا بنطلق عليه اسم الاوفر كلوكينج، وهو ده اللي انا مخليك واجع لك دماغك من الصبح بحيث ان انت تعرف ليه المعادلات اللي انا بقولها دي هي. معلومه اخيره بالنسبه للاوفر كلوكينج، مش كل البروسيسور بينفع ان انت تقدر تعمل لها اوفر كلوكينج، تمام، لان ساعتها بيكون ساعات قافل لك المالتي بلاير في البروسيسور ان هو ما يزيدش عن سرعه معينه، غير في المذر بورد زي ما انت عايز، بس هتلاقي البروسيسور ما بيتعملش فيه المالتي بلاير اللي موجود، تمام. ولكن الفيرجن بتاعي بتاع 2.4 بالذات هو ده الفيرجن المحبب للاوفر كلوكينج، يعني مفتوح فيه الموضوع، ممكن اعمله اوفر كلوكينج زي ما انا عايز وازوده لحد ما يفرقع او يشتغل بصوره احسن. نرجع للسلايس بتاعتنا مره ثانيه. هنا طبعا يا جماعه انا بحضر السلايس دهيت بحيث ان هي تبقى مرجع ليكم، مش محتاجين ان تبصوا في الكتاب، وبدي اكتر من مثال موجود فيها اللي موجود. هنا ادانا مثال تاني، وهنشوف ليه المثال اللي احنا اخدينه ده هو هيفيدنا في ايه. بيقول لي هل كانت البروسيسور ال 60 احسن ولا البروسيسور 66 ميجا هرتز اللي موجود عندنا، او اسف المذر بورد الاولانيه كانت بتشتغل بسرعه 60 او 66. انت شفت المذر بورد بتاعتي بتشتغل بثلاث سرعات مختلفه، فبتوقف على حسب البروسيسور. فلو انت عندك بروسيسور هنا هو بنتيوم 90 اللي موجود عندي هنا هو، فانا هقدر اعرف البنتيوم 90 ده هو هضربه في 60 في 1.5 هيطلع لي كام السرعه بتاعتي، تمام، ان هو معناها ايه ان البروسيسور هيعمل ران فاستر 1.5 تايمز اوف سبيد اوف ذا ماذر بورد، اللي هو هيديني ان هو 1.33 جيجا هرتز. انا بدات افصل يا جماعه. الرقم ده غلط طبعا، المفروض ان هو هيديني 60 في 1.5، مش هيديني الرقم اللي موجود عندي ده، هيديني اللي هو السرعه بتاعته 90. فهنا بيقول لي المثال اللي انا قلته لكم، you should know what the motherboard speed is to not just البروسيسور سبيد اللي موجود عندنا. وادانا مثال من عنده، تمام، ان انت عندك بروسيسور بنتيوم 133 وبنتيوم 150. فلو بصينا هنا هو على السيستم اللي هو طبعا مبدئيا الناس كلها هتقول لك بنتيوم 150 هيبقى الجهاز ده اسرع اللي موجود عندي. فلو اخذنا البنتيوم 150 بالمقارنه بال 133، هنلاحظ ان ال 133 هي سرعه البروسيسور، ولكن هيعتمد على سرعه المذر بورد تكون 66، تمام، ولكن البروسيسور 150 عشان اقدر اجيب النسبه دي بتاعته هيعتمد على البروسيسور اللي هو سرعته كام؟ 60 اللي موجود عندنا. فالبرفورمانس بتاع الكمبيوتر ككل ما بيتوقفش بس على اللي هو السرعه بتاعه البروسيسور، لا ده في حاجات ثانيه لازم ناخدها في الحسبان. طبعا الحاجات اللي احنا خدناها في الحسبان لحد ما خلصنا دلوقتي المذر بورد وخدنا البروسيسور طبعا من عناصر اللي بتاثر على كفاءه الجهاز، ولكن بعد كده هنعرف ان الرامات كمان بتاثر على كفاءه الجهاز ككما ونوعا، وهنلاقي بعد كده كمان الهارد ديسك بيأثر على البرفورمانس او كفاءه الجهاز. احسن حاجه عشان تقدر ان انت تقيس كفاءه اي جهاز موجود عندك ان يعني انت تعمل له حاجه احنا بنسميها البنش مارك،
بيبقى برنامج من خلاله بقيس الاداء بتاع الكمبيوتر ده، بيطلع لي رقم في الاخر الاداء الكمبيوتر ده 70. احنا كنا بنعمل الكلام ده هو لما كنا شغالين في الشركه، كان كل حاجه موجوده عندي اقدر ان انا اختبرها، فكنت اجيب المذر بورد دي واركب عليها البروسيسور واركب عليها نوعيه من الرام واعمل بنش مارك والجهاز ده بيطلع، سجل البيانات دي عندي، اعمل جهاز تاني بعد كده واغير ايتم واحد فيه واشوف هل الايتم اللي انا غيرته ده هو وصلني للكفاءة أعلى ولا لأ، تمام؟ ولو وصلني لكفاءة أعلى ساعتها بثبت على المكونات دي هيت لحد ما إيه يجي جيل جديد، أو ألاقي مثلا فيه لو غيرت حتة تانية هتزيد أكتر وأكتر. والكلام ده هو المتبع في المصانع اللي موجودة بتاع ديل وكومباك وإتش بي. يا جماعة دول بيشتغلوا بفن. أما طبعا المشكلة الأساسية في الأجهزة التجميع عدم وجود ذمة وضمير، ان اللي بتروح له عشان تشتري من عنده جهاز بيبقى عايز يوفر اي مبلغ وبالتالي بيغشك. ديل والجماعه دول هي اجهزه تم عملها تيست وتم اختيار المكونات بتاعتها وتم الثبات فيها وبيبقى موديل ما ينفعش ان هو البياع يسرقك فيه، ممكن يزود عليك في الفلوس بس هتبقى ضامن ان اللي مكتوب جواه هو اللي موجود. انا ما بحبش اللجوء بصراحه للاجهزه الاوريجينال ان بيكون سعرها مغالى في نظرا لمصداقيتها، ولكن انت لو فاهم تقدر تجمع جهاز جميل جدا وسريع جدا ويمكن ب 75% او ب 60% من سعر الاوريجينال اللي هو وبيكون اعلى منه في المواصفات بكتير جدا. الاوفر كلوكينج اتكلمنا عنه. طيب بنسمع العبارة 32 بت بروسيسور ولا 64 بت بروسيسور. ده من الموضوعات الملحقة. طبعا احنا كده خلصنا، لو اخدتوا بالكم خلصنا السبيد بتاعت البروسيسور الفرونت سايد، بس المفروض اتكلم على الكاش، ولكن في معلومه هنا اهوت عايز اعرفها برضو وبتكون ليها علاقه بال 32 بت بروسيسور وال 64 بت بروسيسور، عايز اكملها عشان دي فيها الشرح بتاع البروسيسور وليها علاقه كبيره بالبروسيسور. عشان نفهم المعلومه دي هي لازم نفهم البروسيسور يشتغل ازاي. ده منظر للبروسيسور. الاحظ ان انا عندي اول حاجه وحده الادخال والاخراج او اللي احنا بنسميها الانبوت اوتبوت يونت. الانبوت اوتبوت يونت دي اللي هي بتكون متوصله مع الفرونت سايد باس، يعني الفرونت سايد باس بيربط ما بينها وما بين زي ما احنا قلنا النورث بريدج اللي موجود عندها. احنا اتفقنا ان هي دي بيكون ليها عرض، عرض حزمه البيانات او كام بت تقدر تمشيه في المره الواحده. هل لو انا الكمبيوتر بتاعي فيه 64 بت معنى كده ان البروسيسور بتاعي 64 بت؟ لا غلط. من اول بنشم هنلاحظ ان احنا عندنا في حاجه احنا بنسميها ارثماتيك اند لوجيكال يونت او وحده الحساب والمنطق اللي موجوده عندي. هنلاحظ ان ال 64 بت دول هيخشوا من خلال انبوت اوتبوت يونت اللي موجود عندنا الى الكنترول يونت. الكنترول يونت هتعمل ايه؟ هتقسم ال 64 بت اللي داخلين عندي هنا دول الى 32 بت للوحده اللي موجوده عندي هنا و 32 بت الى الوحده اللي عندي هنا. انا ما بتكلمش على الديوال كور، يعني مش ده مش اثنين بروسيسور، ده في بروسيسور واحد بس. فاذا هتاخد ال 32 بت ال 64 بت اللي هنا تقسمهم ال 32 بت هنا و 32 بت اللي موجودين عندي بالمنظر ده. الباص اللي بيربط ما بين الانبوت اوتبوت يونت مع الكنترول يونت مع السورس بريدج احنا بنسميه الفرونت سايد باس اللي موجود عندنا. هنلاحظ بعد كده الباس اللي بيربط ما بين الاي ال يو وحاجه احنا بنسميها الريجستر او اللي هم بيسموها بالعربي السجلات، انا ما اعرفش السجلات دي يعني جت منين او ترجمه حرفيه، تمام؟ هنلاحظ ان هنا داخل له 32 بت، فاذا الريجستر بتاعي هيكون 32 بت اللي موجودين عندنا اللي بيشتغلوا هنا هو. اذا البروسيسور بتاعي ده هو بيقدر يعالج في المره الواحده 32 بت في الموجودين عندي هنا. الريجستر ده هو عامل زي المسوده، يعني لو انا اديتك قلت لك اضرب لي مثلا 500 في 700 في 39 في 50، البروسيسور هيقدر ان هو يعمل ايه؟ حب عربي حب انجليزي.
هياخد هنا هو هياخد الرقم الاول يخزنه في الريجستر اللي موجود عنده، ياخد الرقم الثاني يخزنه في ريجستر ثاني موجود عنده، ويطلع الناتج بتاع الاثنين ويخزنه في ريجستر ثالث. تمام، زي المسوده كده بتاعته. انت لو عايز تديني النتيجه على طول هتمسك ورقه وقلم تبدا تضرب الرقمين الاولين في بعض والناتج تضربه في الرقمين. فالريجستر هنا هو عامل زي المسوده اللي بيخزن فيها البروسيسور او بيعالج فيها البيانات بتاعته اللي موجوده عندي. تمام. طيب اذا البروسيسور بتاعي 32 بت ولا 64 بت بيتوقف على مين؟ على الريجستر نفسها، هل هي 32 بت ولا 64 بت؟ طبعا عندنا هنا الكاش ميموري هتكلم عنه بالتفصيل وان شاء الله هتفهموه جدا. الكاش ميموري طبعا هو نوع من انواع الميموري السريعه جدا جدا والموجوده مع البروسيسور. تمام، في قلب البروسيسور نفسه من جوه. تمام، متوصله مع الكنترول يونت ومع ال ALU من خلال حاجه احنا بنسميها الباك سايد باس، او اللي احنا طبعا ده اللي هو النوع الثالث من الباسز اللي بيتعامل مع البروسيسور. يبقى انا عندي هنا انترنال باس، باك سايد باس، وفرونت سايد باس. الحاجات دي المفروض ان احنا نحفظها. طبعا هنا هو الكنترول يونت بتشوف ان انا ممكن ان انا اطلب منه العمليه دي بعد كده تاني. فتتوقع لو توقعت ان انا ممكن اطلب منه العمليه دي هيت، هتقول ال ALU لو سمحت خزني النتيجه دي في الكاش عشان بعد كده لو طلبها الراجل نطلعها له على طول، ما نقعدش نحسب مره ثانيه. الكاش هتكلم عنه بالتفصيل، بس اللي انا عايز اوصله هنا هو طيب لو كان عندي هنا هو الفرونت سايد باس بتاعي ضعف ال 164 اللي هو هيبقى كام؟ 128 بت. تمام، اذا 128 بت هيتقسموا لجزئين، يبقى 64 بت و 64 بت. اذا البروسيسور بتاعي الريجستر بتاعه كمان هيكون 64 بت، وهيكون 64 بت اللي موجوده عندي بالمنظر ده. يبقى البروسيسور بتاعي بيشتغل بيعمل 64 بت، بيعالج بيانات 64 بت في نفس الوقت اللي موجود عندي. فبالمنظر ده هيكون البروسيسور بتاعي اسرع. تمام، اسرع في معالجه البيانات. طب يا ترى هل البروسيسور اللي موجود عندك في البيت هو 32 بت ولا 64 بت؟ مبدئيا اي حاجه فيها كور 2 تمام وطالع كلهم يا اما يشتغل 32 بت او 64 بت. فاذا انا كهاردوير لو انا عندي كور 2 وبعد كده 32 اقدر اشغل 32 بت او 64 بت. انا بالنسبه لي عندي كور 2 كواد. لا خليكوا ايه سكورت. انا عندي البروسيسور بتاعي كورتو كواد. خلينا نشوف المعلومات. تمام، الكورتو كواد اللي موجود عندي هنا هو 2.4. انا مشغل الاوبريتنج سيستم بتاعي كام؟ منزل له ويندوز 7 بس الاصدار بتاعها اللي هو مين؟ ال 64 بت. يبقى انا عندي البروسيسور بيدعم الاصدار 64 بت، وعندي كمان السوفت وير بتاعي بيدعم ال 64 بت. السؤال اللي احنا بنتساله مره ثانيه، طب في الويندوز اكس بي تمام ما كانش بيكتب لي انت عندك كام بت؟ تعرف ازاي ان النظام التشغيل الموجود عندك هل هو 64 بت ولا 32 بت لو كانت المعلومه دي مش موجوده عندك؟ ببساطه تقدر تخش على ماي كمبيوتر وتخش على المكان اللي انت منزل فيه ويندوز بتاعتك. انا بالنسبه لي منزلها في الاي. تمام، هلاحظ ان انا عندي اثنين بروجرام فايلز، بروجرام فايلز اللي موجوده هنا اهوت، وبروجرام فايلز اللي هي x86 اللي موجوده عندي. فاذا لو انت عندك اثنين بروجرام فايلز هتعرف ان انت شغال على اللي هو الويندوز 64 بت. ليه نزلت ويندوز 64 بت وايه الميزه اللي موجوده فيها؟ اول حاجه لما بيكون عندك 64 بت تقدر تتعامل مع عدد من الرامات اكتر. فتلاحظوا ان انا عندي الجهاز بتاعي 8 جيجا رام. تمام، لو انا كنت في ويندوز اكس بي وكنت منزل 32 بت تمام ما كنتش اقدر اشوف غير من 8 دول غير 4 جيجا رام. طبعا سرعه البيانات البروسيسنج بتاعي هيبقى اعلى بكتير. ليه كنت تتخيلوا ان انا لما كنت بسجل الفيديو بتاعي دهوت على بروسيسور عادي ما كانش كور 2 كان اللي هو البروسيسور الام بروسيسور كان هو طبعا الملف اللي انا بنتجه من الفيديو ده هوت بيكون حوالي بيطلع الساعه بتاخد 350 ميجا تقريبا. فبيتعمل له ضغط، عمليه الضغط دي بتعتمد بالكامل على البروسيسور اللي موجود. ف
فالبروسيسور من ناحيتين، السرعة بتاعته وفي نفس الوقت كمان اللي هو كام بت. كان بياخد البروسيسور بتاعه من 12 ل 13 ساعة، وكنت يعني اشغله واسيبه واخش انام تمام، واسيبه كمان لما اقوم من النوم تمام عقبال ما يخلص. دلوقتي لما غيرت البروسيسور، جبت اللي هو الكواد بروسيسور دهوت، وجبت خليت له اوبريتنج سيستم 64 بت، ماكسيمم بياخد مني 35 دقيقة ل 40 دقيقة، من 12 ساعة بروسيسنج الى 35 دقيقة ل 40 دقيقة بس بروسيسنج، عشان يضغط ملف الفيديو دهوت من 350 ميجا يخليه 50 ميجا او 60 ميجا اللي موجود عندنا. فاذا هنا هو ده بيفرق معايا. الحاجه الثانيه، انت لو عايز تكمل المشوار بتاع الشبكات تمام، هتلاحظ مثلا الويندوز 2008 كله 64 بت، فاذا هتضطر ان انت يكون جهازك كور 2 وبعد كده اي حاجه موجوده عندي تاني. لو عايز تتعلم اكسشينج، الاكسشينج برضو اللي هو بتاع اللي بيبعت ويرسل ايميلات اللي موجود الميل سيرفر يعني، بس اللي هو الخاص بمايكروسوفت، هتلاحظ ان هو برضه 64 بت. في نسخه نزلت منه 32 بت، ولكن النسخه دي هي التعليميه يعني، ولكن في الواقع العملي مش هتلاقي غير 64 بت اللي موجود عندنا. الاسباب دي كلها اخترت ان انا يكون 64 بت، ولكن مشاكله كتيره. مشاكله كتيره زي ايه؟ يعني انا مثلا لازم تكون كل الدرايفرات اللي عندي بتسبورت ال 64 بت تمام. يعني الدرايفر العادي لو انت عندك مثلا كاميرا لازم يكون ليها درايفر 32 بت لو انت الاوبريتنج سيستم 32 بت، ويكون ليها لو انت الاوبريتنج سيستم 64 بت لازم يكون ليها بروسيسور 64 بت. فجبت يمكن ربيت اربع كاميرات لحد دلوقتي تمام، لحد ما وصلت الكاميرا اللي بتشتغل 64 بت كويس. الوايرلس نتورك كارد لينكسس اللي موجود عندي تمام سيئه جدا في ال 64 بت، على 32 بت شغاله زي الفل، ال 64 بت شغاله ولكن مشاكلها كتير. البرامج اللي بتجيب لها كراك تمام، دايما بيكون مصمم ان هو يشتغل على نظام تشغيل 32 بت تمام، ولكن لما بعض البرامج لما تيجي تعمل لها كراك على 64 بت الكراك نفسه ما بيشتغلش تمام. فطبعا يعني في بعض المشاكل، ولكن السرعه هي اكتر حاجه بتميزني عندي في ال 64 بت اللي موجود عندنا. اهم حاجه ما تتلخبطش وتقول ان الفرونت سايد بس 128، الفرونت سايد بس اللي موجود عندي 64 بت، معنى كده ان هو البروسيسور بتاعي 64 بت. فاذا البروسيسورات اللي بعد كورت جو تقدر تشتغل 32 بت او 64 بت، ولكن عشان تشتغل 64 بت لازم يكون نظام التشغيل بتاعك 64 بت، لازم يكون الدرايفرز اللي موجوده في الجهاز سبورت لل 64 بت. يعني عندي سكانر خلاص هيترمى في الزباله لان هو ما بيشتغلش غير على 32 بت تمام، ما عنديش درايفر بتاع 64 بت، خلاص السكانر ده بالنسبه لي يوزلس. بس زي ما انتم شايفين كده هوت مش يوزلس قوي يعني تمام، انا مش كل يوم بستعمله. هتلاحظوا ان انا عندي اكس بي 64 بت على السي، وعندي عندي اكس بي ثانيه على الدي 32 بت عشان اشغل عليها البرامج الجديده. عندنا ويندوز 7 64 بت، في ميزه جديده في ويندوز 7 64 بت. انا مش المفروض احنا نقول الكلام ده هوت هنا، ان هو في حاجه اسمها الاكس بي مود، ان هو بيشغل جوه الويندوز اكس بي، ويندوز 7 بيشغل جواها ويندوز اكس بي تمام. واي برامج بنزلها على الاكس على الفيرتشوال بي سي بتاع الاكس بي تمام، بتنزل لي فيه الستارت منيو بتاعت ويندوز 7 واشغلها. حاجه مالهاش دعوه بيها كده اهوت، ايه معلومه سريعه للي موجود. انا هنا مديكم كم من الشرح الزياده في 32 بت و64 بت اللي عايز يقرا فيه اهوت، ولكن الشرح ده اللي احنا قلنا عليه. والمعلومه اللي انا قلتها لكم ان هو من اول بنتيوم تمام اللي موجود عندي، هنلاحظ ان البروسيسور بقى فيه وحدتين ارثماتيك اند لوجيكال يونت، اللي هو وحدتين حساب والمنطق، يعني كانهم كده قناه ما بينهم هما الاثنين دول منفصلين عن بعض. فمش معنى ان الداتا باس بتاعي 64 تمام، الفرونت سايد باس بتاعي 64، ان البروسيسور بتاعي اشتغل 64 بت، لا ده ال 64 هيتقسموا على 2، يبقى هنا 32 وهنا 32. طيب نيجي نشوف العنصر الثالث اللي احنا قلنا عليه، اللي هو بيساعدك في تقييم البروسيسور او اختيارك للبروسيسور اللي موجود، الا وهو الكاش ميموري. الكاش ميموري عموما هو نوع من انواع الميموري تمام، اللي هي اللي سريعه جدا
تمام اللي موجوده في البروسيسور اللي موجود عندي، تمام، متوصله مباشره بالبروسيسور، اللي بتخليه البروسيسور ياكسس المعلومات بسرعه اعلى موجوده عندنا. البروسيسور بتاعك بيقيم كل ما يبقى فيه كاش اكتر، تمام، كل ما يبقى احسن. نرجع للويب سايت اللي احنا كنا فاتحينه بتاع انتل. دخلنا على المذر بورد، خلينا نرجع للبروسيسور بتاعنا. هنلاحظ ان البروسيسور ده هو البتاعي اللي هو فيه 8 ميجا بايت، تمام، ال2 كاش. سيبك من ال2 دلوقتي، دي هي. هنلاحظ ان البروسيسور اللي هو 2.33 فيه 4 ميجا بايت كاش. هتلاحظ ان الثلاث حاجات دول لازم تقارنهم لما تيجي تشتري بروسيسور: السرعه، الفرونت سايد باس، الكاش اللي موجود عندنا. هنلاحظ ان اعلى كاش نازل عندي 12 ميجا كاش ميموري موجود عندنا. هشرحه لكم ان شاء الله دلوقتي بمثال جميل جدا هيثبت المعلومه عندكم. لو شفنا البروسيسور ده هو، هنلاقي مثلا البروسيسور ده من احسن البروسيسورات. بيتميز بايه؟ ان الكلوك سبيد بتاعته عاليه، الفرونت سايد باس بتاعه مفيش اعلى منه اللي هو 1033، والكاش بتاعه كام؟ 12 ميجا بايت الكاش اللي موجود عندنا. بالمنظر ده هو في الفئه الكور تو كواد، في الجيل بتاع الكور تو كواد احسن بروسيسور اللي هو البروسيسور ده بالمقارنه بالبروسيسورز الثانيه اللي موجوده عندنا، وهو يعتبر الاسرع. طيب عندنا ثلاث انواع من الكاش ميموري اللي موجوده عندي. عندي حاجه اللي احنا بنسميها الليفل 1 كاش، ال L1، تمام، دي احنا بنسميها internal cache. عندنا L2 او بنسميها external cache، وعندنا L3 او level 3 cache اللي موجودة عندنا. هنبدأ ب L1 cache، هي تعتبر الأسرع في الكاشز اللي موجود، أنواع الكاشات اللي موجودة عندي. integrated directly مع البروسيسور، يعني جوه البروسيسور نفسه، تمام. فطبعا جوه البروسيسور نفسه يعني معنى كده ان هي شغالة بنفس سرعة البروسيسور اللي موجودة عندي، تمام، بنفس سرعة الكور اللي موجودين عندنا، تمام، ولذلك هي سرعتها عالية جدا. بس عيبها ان هي صغيرة، تمام. صغيرة يعني ايه؟ يعني حجمها صغير، تمام، بيتراوح ما بين 16 كيلو بايت و 32 كيلو بايت، يعني حاجة صغيرة جدا. في معلومة صغيرة قوي عجبتني قوي هنا اهوت برضه قلت اقولها لكم. لو انا عندي بروسيسور دي والكور، معناها ايه؟ يعني البروسيسور جواه اتنين بروسيسور اللي موجودين عندنا، ساعتها كل واحد من المكونات بتاعه البروسيسور دي ليها L1 كاش. يبقى انا كده في البروسيسور الواحد دي والكور اللي هو فيه اتنين كور، كل واحده من دول ليها L1 كاش اللي موجود عندنا. تيجي نشوف الكلام ده على البروسيسور بتاعي في البرنامج العظيم بتاعنا. قفلته، تعالى برنامج عظيم. هلاحظ عندي ان هوت انا البروسيسور بتاعي كور تو كواد، يعني في اربع نواه، يعني في اربعه كور اللي موجودين عندي. هنلاحظ ان ال1 كاش عندي اربعه L1 كاش، كل واحدة سرعة مساحتها 32 كيلو بايتس اللي موجودة عندنا. فإذا الرسم الديوال كور، أنا عندي كواد يعني أربعة، الديوال اللي هو اتنين، الديوال كور في سي بي يو، تمام، فيها L1 كاش، وفيها سي بي يو أند L1 كاش، تمام. كل واحد كام المساحة بتاعته؟ 32 كيلو بايت، يعني حاجة صغيرة جدا. نيجي نشوف ال L2 كاش او الاكسترنال كاش. ال L2 كاش كانت زمان موجوده في المذر بورد، كانت بتبقى بالمنظر ده، تمام، كان ايام البنشم 1 كانت بتبقى بالمنظر ده، بتثبت على المذر بورد، تمام. ولكن بما انها بعدت عن البروسيسور، فاذا البروسيسور هياخد وقت عشان ان هو يوصل لها، تمام، فبقت انتجريتد فين؟ في البروسيسور باكج اللي موجوده عندنا. يعني
في العلبة بتاعة البروسيسور اللي موجودة عندي. خدوا بالكم ان ال L1 كاش اسرع من ال L2 كاش، لان ال L1 كاش موجودة في الكور بتاع البروسيسور، يعني في قلب البروسيسور، اما ال L2 كاش موجودة فين؟ في البروسيسور باكج، يعني في العلبة بتاعة البروسيسور او في الكونتينر بتاع البروسيسور، او يعني يعني جنب البروسيسور بس مش في قلبه اللي موجودة عندنا، تمام؟ وهنلاحظ ان هي مساحتها كبيرة، بتتراوح من 512 ل 12 كيلو بايت الى 12 ميجا بايت. بس هنلاحظ هنا في الديوال كور يعني اتنين، ان انا بيكون عندي هنا ايه شيرد ال 2 كاش، يعني لو كان في الديوال كور الكاش بتاعي 4 ميجا، تمام، يبقى دي ليها كام؟ ليها 2 ميجا ودي ليها 2 ميجا. اما في ال L1 لا، ده كل واحد ليه L1 لوحده. اما في ال L2 كاش اللي موجود عندنا حسب الكاش بيتقسم على الموجود. تعالوا نرجع للبرنامج بتاعي، هنلاحظ عندي انا الكاش بتاعي اللي هو الليفل 2 كاش اللي موجود عندنا اللي هو L2 كاش، انا 8 ميجا على حسب الموجود، بس مقسومه هنا الى ايه؟ 2، تمام، يعني قطعتين، لان انا عندي 4 بروسيسور، فكل 4 بروسيسور معناها ان انا عندي حته 4 ل2 بروسيسور وحته 4 ل2 بروسيسور اللي موجود عندنا زي ما احنا شايفينه هنا. طيب خد بالك بس من حاجة، تمام، دي عشان الامتحان، ان ال N1 كاش نوع من حاجة احنا بنسميها الاستاتيك رام، هنتكلم عن الرام المرة الجاية ان شاء الله، تمام، انتجريتد انتو ذا بروسيسور شيب، تمام. اما ال L2 كاش، تمام، كانت موجودة اوتسايد ذا بروسيسور، كانت موجودة في المذر بورد. جه ال L3 كاش، ال L3 كاش بقى ده المفروض ان هو موجود في بعض المذر بوردات اللي بتسبورت الموضوع ده، هو اكسترا كاش بيلت ان فين؟ في المذر بورد اللي موجود عندنا. وزي ما اتعمل في البنتيوم في ال L2 كاش، تمام، ان هو كان في المذر بورد واتنقل البروسيسور، بعض البروسيسورز ما بيكون فيها L3 كاش. تعالوا نشوف الكلام ده اهوت. هنلاحظ في الموقع اللي انا قلت لكم عليه اسمه السي بي يو اي دي اللي موجود عندي، هنلاحظ ان هم عندهم هنا البروسيسور انتل زيون اللي موجود عندنا. البروسيسور ده هو سرعته 2.4، تمام، بس بصوا سرعته اسرع من المذر بورد بقد ايه؟ 19 اكس، 19 مره اللي موجود عندنا. بصوا البروسيسور الشنيع ده هو فيه كام كور؟ فيه 6، انا بتاعي فيه فوق كواد 4، ده فيه 6 اللي موجود عندنا. هتلاحظوا ان هو فيه 6 L1، جميل جدا، كل واحد سرعته كام؟ 32، وفي 6، تمام، 256 ليفل 2. ونلاحظ في البروسيسور ده نفسه في ليفل 3، رغم ان ليفل 3 دوت المفروض في المذر بورد، ولكن ده التطور الطبيعي ان هو بيروح لفين؟ ليه بيكون في الباكج بتاعت البروسيسور، بحيث ان هو يبقى اسرع في الوصول الى البروسيسور يقدر يوصل له بسرعه. طيب الكاش ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه؟ تمام، لقيت مثال جميل جدا يخلينا نشوف الكاش ده عامل ازاي. البروسيسور هو الشخص اللي قاعد في المطعم زعلان قوي كده، الراجل جاي المطعم وجعان، تمام، والـ L1 كاش اللي هي الترابيزه اللي ايه اللي قاعد عليها بياكل عليها الراجل ده، وعندنا هنا هوت اللي هو الجرسون او اللي هو الراجل اللي بيقدم له الاكل اللي موجود عندنا، راجل سعيد كده ومبتسم للحياه، ده بيمثل الكاش كنترولر. وعندنا الراجل ده هوت اللي بيطبخ في المطعم في المطبخ، تمام، ده اللي احنا بنسميها السيستم ميموري. تعالوا نشوف حياه الراجل ده بدون وجود الكاش كنترولر والـ L1 كاش. الراجل ده دخل المطعم ياكل، تمام، المطعم عشان يحضر له الاكل بتاعه بياخد 60 ثانية. الراجل ده الحسبة دي احنا حسبناها بحيث ان هي تبين لي السرعة، تمام، الراجل ده بياكل قطمة واحدة، يعني بيقطم قطمة واحدة، تمام، في 4 ثواني، بيخلص يعني يقطم قطمة وياكل ياكل اللي فيها في 4 ثواني، تمام. فده مثلناه بالبروسيسور اللي هو كام؟ سرعته 233 ميجا هرتز، تمام. المطبخ عشان يحضر له الطبخة بتاعته بياخد 60 ثانية، تمام؟
الستين ثانية الجاية من هوت احنا الرامات هنقيسها بعد كده بسرعة حاجة احنا بنسميها النانو سكند، ودي الرامات القديمة. طبعا الرقم ده كل ما يقل هيبقى أحسن. فأنا هنا قلت إن هو بياخد قطمة كل 4 ثواني، تمام، عدلت ال 233 ميجا هرتز بمين؟ ب 4 نانو سكند. فإذا الراجل ده هيخلص الساندوتش بتاعه، تمام، في 4 أطماط اللي موجودين عندنا، تمام، يبقى الراجل ده هو إيه؟ هيخلص الساندوتش بتاعه في 16 ثانية، ويقعد لمدة 60 ثانية يعمل اوردر ويستنى 60 ثانية عقبال ما الراجل الطباخ اللي موجود ده هو ان هو يعمل ايه، يحضر له الاكلة الجديدة اللي عايز ياكلها بعد السندوتش اللي خلصه، يجيب له سندوتش تاني. الراجل ده يقعد ياكل السندوتش يخلصه بسرعة، ويبقى قاعد زعلان كده جعان، هات لي يا ابني همبرجر، يقوم رايح يقعد يعمل له الهمبرجر بتاعه، تمام، وياخد 60 ثانية. الكاش كنترولر بقى هنا هو ايه اللي حصل؟ الكاش كنترولر بقى زي ما احنا شايفين كده الجرثوم مبتسم الحقيقه، لقى ان الراجل ده هو كل مره بيجي بيطلب نفس الطلبات، تمام، ودايما بيجي في ميعاده الساعه 6. فقال ايه رايك لو انا اخلي الراجل ده هو اخليه يبتسم شويه للحياه، ان انا احضر له طلباته اللي هو عايزها، بحيث ان هو لما يخلص السندوتش بتاعه ما يستناش 60 ثانيه عقبال ما اعمل له سندوتش تاني، تمام، لا ده انا هخليه ايه، هقول له خد، وبالمنظر ده هيديني ايه، بقشيش. فالراجل بعد ما بيومين بيجي في نفس الميعاد وبيطلب نفس الطلبات، قام الراجل اللي هو الجرسون او الكاش كنترولر قام عامل ايه، قام جايب له اول حاجه سندوتش الهمبرجر اللي هو متعود ياكله. الراجل اكل سندوتش الهمبرجر بتاعه، قام على طول وهو لسه ما خلصوش قام منزل له سندوتش مثلا البيض بتاعه، تمام. الراجل فرح كده هو خلص سندوتش الهمبرجر، تمام، وعلى طول ما استناش 60 ثانيه وبدا ان هو ياكل سندوتش البيض اللي موجود عنده. خلص سندوتش البيض بعد كده هو تلاقى الراجل الجرسون قام منزل له على الترابيزه بتاعته، تمام، سندوتش البطاطس، تمام. فالراجل اكل سندوتش البطاطس، تمام، بتاعه وبقى مبسوط. خلص السندوتش بتاعه قام جاي له الجرسون منزل له سندوتش كيما. سندوتش الكيما ده هو اكله هنديه مشهوره في الخليج، سندوتش بسله بس طعمه حلو على فكره عشان ما حدش يتريق. فخلص سندوتش الكيما بتاعه، تمام، قام جايب له العصير بتاعه. فبالمنظر ده هو الراجل ده بطل ايه ان هو يستنى خالص، ده على طول ان هو ايه بيخلص سندوتش بيلاقي طلبه التاني من غير ما يطلبه، تمام، او بيكون قريب من الترابيزه بتاعته فبياكله على طول. فبالمنظر ده هو الكاش كنترولر قدر ان هو يتوقع ايه هو الراجل اللي هيستعمله البروسيسور، تمام، فايه اللي هيستعمله البروسيسور، وبالتالي كان بيديهوله على طول، فالبروسيسور ما بيستناش خالص، تمام، على طول عمال شغال اكل، خلص المهمات بتاعته بسرعه من غير ما يستنى الراجل البطيء اللي موجود في المطبخ اللي موجود عندنا. فاذا كده هو الكاش كنترولر قدر ان هو يتوقع البيانات ويخزنها في ال L1 كاش اللي هي الترابيزه بتاعت الراجل ده، بحيث ان الراجل ده هو ايه يديها ما يرحمهاش، تمام، وياكل لحد ما ايه ما يشبع اللي موجود عندنا. طيب ماذا لو الراجل جاله اليوم الرابع او اليوم الخامس، نزل له سندوتش الهمبرجر ونزل له سندوتش البيض ونزل له جاي نزل له سندوتش الكيما، قال له لا انا مش عايز كيما، تمام، انا عايز اشرب عصير، تمام. فقال له طب بقى بص، بما ان عايز تشرب عصير استنى ايه لما اطلبه لك من المطبخ اللي موجود عندنا. فساعتها اضطر ان هو يستنى 60 ثانيه. فساعتها ايه اللي حصل؟ الويتر اللي موجود عندنا او الجرسون تخمينه كان خاطئ اللي موجود، تمام. نفس الحكايه بتحصل مع الكاش، ودي الحاجه اللي احنا بنسميها الكاش ميس اللي موجود عندنا، ان هو الكاش كنترولر، تمام، ان هو ما يقدرش ان هو يملى الكاش بكل المعلومات المطلوبه للبروسيسور اللي موجود عندنا. طبقا لمعلومات انتل بتقول ان الكاش ما بيغلطش بنسبه 90%. فطبعا وجود الكاش بيسرع اداء البروسيسور، بيسرع اداء الراجل الاكل ده هو، ما بيفضلش زعلان وبيحاول ان هو ايه يبتسم كده ويبقى فرحان. المنظر اللي احنا شايفينه ده كان اللي هو ال L1 كاش اللي موجود عندي. تمام؟ فلما لقى الراجل ان هو بيخطئ في ان هو في الطلبات، فقام هعمل ايه؟ قال انا هعمل سله ثانيه. هعمل سله ثانيه هخليها على جنب شويه كده، تمام؟ واحط فيها
انواع سندوتشات مختلفه موجوده عندنا. فراح للراجل ده هو تمام، حط له السندوتشات، جه قال له لا انا مش عايز السندوتش ده، انا عايز مثلا مكرونه. تمام، قال له طب الراجل ثواني وهجيب لك المكرونه. قام رايح عند السله اللي هناك دي اللي فيها المكرونه، وقام جاي حاططها له هنا على طول. فبدل ما كان هيستنى 60 ثانيه عشان يحصل على الاكل من المطعم، لا استنى الراجل 15 ثانيه بالظبط وطبق المكرونه وصل عنده، وبدا ان هو يلتهم المكرونه ويبقى ان هو سعيد. هي دي ال L2 كاش. ال L2 كاش اللي موجوده عندي ان هو بيبقى البروسيسور اول حاجه بيدور على المعلومه في ال L1 كاش، لو ما لقاهاش بيتجه اوتوماتيكيا لمين؟ لل L2 كاش اللي موجوده عندنا. هي صحيح ابطا من L1 كاش، بس اسرع من مين؟ من السيستم ميموري. بدل ما كان هيستنى 60 ثانيه بقى هيستنى 15 ثانيه بس، فطبعا الوصول للمعلومات الموجوده هيبقى ايه؟ اسرع من هو ياخدها من الكاش ميموري. نفس الحكايه لو كملنا المثال بتاعنا ال L3 كاش، بفرض ان هو جاب ثلاجه ملاها عصير وبيبسي والحاجات دي كلها اللي موجوده. فاذا لو ما لقاش طلبه في ال L2 كاش هيروح لمين؟ لل L3 كاش. غير كده بقى لو طلب بقى طلب ومش موجود لا في ال L1 ولا في ال L2 ولا في ال L3، ساعتها هيضطر ان هو يستنى مين؟ عمنا اللي موجود في المطبخ لحد ما يخلص له الطبخه بتاعته. حلو كده فكره ال L1 وال L2 وال L3؟ اظن دلوقتي كلكم جوعتوا، بس المعلومه دي خلاص اتحفرت في معدتكم، قصدي في مخكم، ومش هتقدروا ان انتوا تنسوها بالمره. دي فكره عمل الكاش، ان هو بيتوقع البروسيسور عايز ايه وبيخزنه له عشان ان هو يشتغل فيه. بكده الحاجات الصعبه خلاص خلصت، ناقص لي اربع بس نقط هتكلم فيهم. البروسيسور المودرن بروسيسور، ايه المميزات اللي موجودين في المودرن بروسيسور اللي موجود عندنا؟ عندنا خاصيه اسمها الهايبر ثريدنج اللي موجوده عندي هنا. هو الهايبر ثريدنج دايما كنا بنشوف اللوجو بتاع انتل مكتوب عليه اتش تي. ايه حكايه اتش تي اللي موجوده عندي؟ اتش تي دهيت ان البروسيسور بتاعك نصاب، بيضحك على المكونات بتاعتك تمام، وبيقول له على فكره ده انا جوايا اتنين بروسيسور مش بروسيسور واحد، يعني هو فيزيكال تمام بروسيسور واحد بس تمام، وبيمثل ان هو جواه تمام تو فيرتشوال بروسيسور تمام، يعني سنجل بروسيسور جواه تو فيرتشوال بروسيسور موجود عندنا. طبعا عشان تقدر ان انت تقدر تستعمل الميزه اللي موجوده دي هي تمام، دي بتسرع الجهاز بس ما بتسرعوش 100%، يعني هم مش فيزيكال اتنين تمام، يعني هم واحد بس بيمثل ان هو اتنين. لازم يكون نظام التشغيل بتاعك بيستعمل حاجه احنا بنسميها الاس ام بي تمام، اللي هي تقدر تشغل السيمتريك مالتي بروسيسور، يعني بتشغل الخاصيه بتاعه التمثيل اللي موجوده عندي نهايه. الكلام ده هو بيبقى مفيد امتى؟ لو انت بتشغل اكتر من مهمه او اكتر من تاسك في نفس الوقت. اما انت لو شغال ببرنامج واحد بس في نفس الوقت تمام، الموضوع ده هو لا مش هيبقى مهم بالنسبه لك. اما لو مشغل برنامج ومشغل اغنيه ومشغل حاجات ثانيه اكتر من حاجه بتشغلها في نفس الوقت، الخاصيه دي هتكون مفيده بالنسبه لك تمام. ولكن لو انت بتشغل جهاز واحد بس في نفس الوقت، او برنامج واحد او انستراكشن واحده في نفس الوقت اللي موجود عندك، لا انت تلغي الخاصيه دي احسن. تقدر تلغيها من خلال مين؟ البايوس اللي موجود عندي هنا هو، اذا انت مش هتستعملها. دي زي ما قلت لكم ان هي زودت كفاءه البروسيسور تمام 60 ل 70%، ان هي بتمثل. فكره عملها عامله ازاي؟ البروسيسور لو انا عندي سنجل بروسيسور اللي موجود عندي تمام، عمل عمليه حصل كاش ميس، يعني استنى او اخطا البروسيسور فبيستنى شويه تمام، بعد كده هو بيكمل العمليه بتاعته اللي موجوده عندنا. طب لو انت عندك اتنين فيزيكال، يعني اتنين بروسيسور، اتنين بروسيسور حقيقيين، اتنين فيزيكال يعني ما لهمش دعوه بالهايبر ثريدنج، فاذا البروسيسور هيعمل المهمه الاولى اللي هي ثريد 1، وهيعمل المهمه الثانيه الجزء الثاني منه هيعمل المهمه الثانيه، وفي الوقت ده هو هيبقى فيه فاضي. ايه حكايه بقى الهايبر ثريدنج اللي موجوده عندي دي هيت؟ انها هو بروسيسور واحد، ولكن هو ايه؟ هيبدا في المهمه الاولى، لان هو هيستنى ياخد المهمه الثانيه يخلص فيها شويه. جات المهمه الاولى مره ثانيه يبدا يقعد يخلص فيها،
تمام. بعد كده هو لقى المهمه الاولى مستنيه معلومات لما توصلني من الرام، هيقوم مكمل في المهمه الثانيه اللي موجوده عندنا. فهو كده مثل ان هما اتنين بروسيسور، ولكن هما في الواقع واحد بروسيسور، ولكن بيدير المهمات بكفاءه عاليه. نيجي هنا عند المالتي كور. المالتي كور بروسيسور يعني عباره عن ايه؟ اكتر من بروسيسور فيزيكال حقيقيين متخزنين في وان شيب، تمام. فالمالتي كور بروسيسور هو عباره عن مالتي كور ان سنجل فيزيكال باكج، يعني اللي هو بيمثل الشكل ده، هو ده اللي احنا بنسميه المالتي كور اللي موجود عندي، ان هم اتنين بروسيسور فعلا بس متخزنين في علبه واحده او في باكج واحده اللي موجود عندي. لما اجي اتكلم على كور تو جيو، كور تو جيو معناها ايه؟ ان انا عندي اتنين بروسيسور متخزنين في باكج واحده. لما اجي اتكلم على كواد كور معناها ان انا عندي ايه؟ عندي اربعه بروسيسور متخزنين في باكج واحده. بس صح اللي انا اقوله على دي بقى، تمام، ان انا عندي اتنين كور تو جيو متخزنين في شيب واحده. في فرق كور تو كواد على فكره. 2 دي هي مش معناها عدد الشيبسيت، دي التكنولوجي، يعني كان في واحده اسمها كور وبعد كده لما عملوا تكنولوجي جديده سموها كور 2، تمام. يبقى انا ببص على مين؟ على كواد والديو. الديو معناها اتنين، عندي اتنين شيب في سنجل باكج اللي موجوده عندنا، اما كواد عندي اربعه. بس فكره عمل الكواد هي عباره عن ايه؟ عباره عن اتنين كور تو ديو متخزنين في باكج واحده. ما هي محصله واحده، مش دي فيها اتنين ودي فيها اتنين يبقوا اربعه، يبقى هي دي اللي موجوده. بس دي هتفيدني قوي في التصميم بتاعنا اللي موجود عندي. طبعا طب ما كنت اركب اربعه بروسيسور، ما انت تركب اربعه بروسيسور حاجه غاليه، عايز مذر بورد بتشيل اربعه بروسيسور وتشتري اربعه بروسيسور منفصلين، اما لو انا حطيت لك كل دول في باكج واحده فهتبقى ارخص لك بكتير وبتقوم بنفس الوظيفه اللي موجوده عندنا. طبعا زي ما قلت لكم المثال بتاعها لما ركبت الكور تو كواد عندي فرق معايا ازاي في معالجه البيانات اللي موجوده عندنا. طبعا القوه بتاعته ان هو طبعا ما بيكونش في السنجل تاسك اللي موجوده، يعني لازم يكون عندي اكتر من تاسك عشان تقدر تحس فعلا بسرعه البروسيسور بتاعك اللي موجود عندك. ثروتلينج، ودي كانت اكتر حاجه موجوده في اللابتوبات اللي موجوده، ان انا بشوف البروسيسور بتاعي بقلل من السرعه بتاعته في الاوقات اللي هو يعني مش لازم يفضل شغال 100%. لو انا مش شغال على الكمبيوتر البروسيسور بتاعي بتقل السرعه بتاعته. لو انا البطاريه بتاعتي بدات تفضى البروسيسور ما بيعملش لود عليها عشان يقلل الكهرباء اللي موجوده فيها، فبرضه بيقلل في السرعه بتاعته اللي موجوده عندنا عشان يقدر ان هو يوفر في البروسيسور، يوفر في الكهرباء، يوفر في الطاقه اللي موجوده عندي في الاوقات اللي هو مش محتاج ان انا اشتغل فيه بسرعه عاليه. ممكن شفت الثروتلينج زي ما احنا شفناه هنا اهوت في البرنامج ده اهوت، تمام. ان انا المفروض ان هنا المالتي بلاير بتاعي يكون كام؟ 9 عشان يحقق لي المعادله بتاعتي، مش احنا قلناها 9 المفروض اضربها في 266 عشان يطلع 2.4. الاحظ عندي هنا اهوت ان هو مش شغال ايه بكامل قوته، لذلك زي ما احنا شايفينه كده اهوت ايه بيوفر في الطاقه او بيعمل لود للاوبريتنج سيستم اللي موجود عندي. طبعا لو حصل لود البروسيسور بيطلع مره ثانيه، وشفناه ساعه لما شغلنا برنامج بورد ان هو ايه يعدي الليمت اللي موجود عندي ده. اخر حاجه موجود عندنا تكنولوجي ظهرت مع بنشم 1، حاجه احنا بنسميها الام ام اكس او مالتي ميديا اكستنشنز. هكتب لكم التفاصيل بتاعتها. هي عباره عن 57 انستراكشن حطوها في البروسيسور بحيث ان هي تعالج البيانات الخاصه بالمالتي ميديا بسرعه اعلى وتقلل اللود على البروسيسور فيما يخص، يعني متخصصه هي في المالتي ميديا. كان في عندنا زمان بنشم كان في 100 و133 وكده اهوت، وبعد كده نزل بقى حاجه اسمها الام ام اكس، بقى بنشم 100 او ما كان بلاش من 100 بدل 133. كان في بنشم 100 133 عادي وفي بنشم 133 ام ام اكس.
كان دي ساعتها قمه التكنولوجيا. بعد كده الام ام اكس بقت حاجه اساسيه في اي بروسيسور، في بنشن 2 بنشن 3 بنشن 4 بنشن 5، مفيش حاجه اسمها بنشن 5 تمام، وفي الحاجات التانيه. يا رب تكونوا فهمتوا تمام، ويا رب ان شاء الله ما اكونش نسيت حاجه. الساعه 2:30 صباحا دلوقتي، تصبحوا على خير، اشوفكم ان شاء الله في المحاضره الثانيه اللي هي اللي بعد دي، اللي هي هتكون ان شاء الله الرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.